السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل سماع شهادة سعادة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق. مرحبا سعادة الفريق. في الحلقة الماضية توقفنا عند محور هام ليس في حياتك فقط وإنما في تاريخ مصر الحديث، وهو تنظيم الضباط الأحرار وثورة يوليو 1952. في عام 1951 بدأت علاقتك بجمال عبد الناصر وبالضباط الأحرار، كيف كانت هذه العلاقة؟ هو الحقيقة علاقتي بجمال عبد الناصر بدأت قبل 51، لأن احنا في الأربعينات كنا ساكنين في عمارة واحدة، أنا في الدور الثاني وهو في الدور الثالث. فبنتيجة هذا كان في علاقات أسرية، وسنة 51 كنت أنا ضابط مدرس في مدرسة الشؤون الإدارية، وكان جمال عبد الناصر هو نفسه برضه ضابط مدرس في نفس مدرسة الشؤون الإدارية، فكان هناك بقى اتصال يومي، نروح كل يوم بنشوف بعضه في المدرسة اللي احنا مدرسين فيها. فكنا في هذا الوقت كما سبق أن قلت في الحلقة الماضية بنتأثر بالإيه الكتابات بتاعة الأستاذ أحمد حسين مصر الفتاة والكتابات بتاعة إحسان عبد القدوس، وكنا بنقرأ المقالات اللي بتطلع في روز اليوسف والمجلة اللي كان بيصدرها أحمد حسين قبل كده، ونقعد نتناقش ومبسوطين لما يكون في بيحصل هجوم على كضباط. نعم. يعني ما كانش فيه قيود في فترة الأربعينيات. كيف كان علاقتك بعبد الناصر؟ علاقة فقط جيرة وزمالة في العمل، أم ناقشك في قضية الضباط الأحرار؟ لا، لم يناقشني في الأربعينات، إنما المناقشة كانت سنة 51، ولا أعتقد أن جمال عبد الناصر نفسه ناقش أحدا في الأربعينات، لأن التنظيم بتاع الضباط الأحرار اتولد في فكر جمال عبد الناصر بعد حرب 48، ليس قبلها. وكما قال هو بعد ذلك في الكتاب بتاعه بتاع فلسفة الثورة وخلافه. فلما شاهد مني بقى هذا الحماس، يعني بصيت لقيت جالي في البوسطة منشور من منشورات الايه الضباط الأحرار. بس فبرضو ايش كانت مشاعرك حينما تلقيت هذا المنشور؟ هل كنت سمعت من قبل عن الضباط الأحرار؟ كنت سمعت، ولكن ما كنتش أعرف إيه الكلام بتاعهم، لقيت الخط بتاعهم ضد الإنجليز وضد الاحتلال البريطاني وضد كذا كذا، وإن القيادات السياسية متخاذلة والأخر، نفس الخط اللي إحنا إيه ها اللي الواحد حاسس بيه. فطبعا وجد تجاوب في نفسي، فأثناء المناقشات قلت له، فبعد المناقشات فهمني ان ايه يعني ممكن انك انت تكون في ايه في ضباط الأحرار. طبعا كان في ثالث يجلس معكم ام فقط انت وعبد الناصر؟ وقت ما يكلمني ما فيش غير انا وهو بس، نطلع في البلكونه وبتاع. هو الاسلوب بتاعه ان يبقى ايه مجموعات بحيث ان ما حدش يعرف التاني اطلاقا. يعني كان تنظيم ذو خلايا سريه. خلايا سرية. مين كان في خليتك أم لم يعرفك على أحد؟ لا، إزاي؟ ما هو بعد فترة زمنية عرفني، قال لي معروف الحضري هو الإيه حلقة الاتصال. الله يرحمه. معروف الحضري كان ضابط من الإخوان المسلمين في هذا الوقت. هل كان الإخوان المسلمين على علاقة بتنظيم الضباط الأحرار، أم كانت علاقات فردية من ضباط ينتمون للإخوان؟ لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال لأنه ما عرفوش، يعني أنا أجيب على الحاجات اللي أنا إيه بتأكد منها يعني. فإنما كان معروف الحضري هو حلقة الاتصال، وعرفت أنا بعد كده أن معروف الحضري له علاقة بالإخوان المسلمين، بس ليتر أون يعني، مش في المراحل دي. كان هناك ضباط آخرين أيضا من الإخوان لهم علاقة بالضباط الأحرار، من بينهم عبد المنعم عبد الرؤوف مثلا. أي. وكان أبو المكارم عبد الحي. أي. وكان لهم أدوار في الثورة. أي. لكن مع ذلك لم تستطع أن تدرك طبيعة العلاقة بين الإخوان والضباط الأحرار. لا، ما يعني أنا كنت أعرف أبو المكارم كشخص وأزوره ويزورني وكل حاجة، وعارف الاتجاهات بتاعته، ولكن لا علم لي بأن إيه هناك علاقة تنظيمية
بين الإخوان المسلمين والضباط الأحرار. لكن كان قائد خليتك أو المسؤول التنظيمي عنك في تنظيم الضباط الأحرار معروف الحضري. معروف الحضري. كيف كان علاقتك بمعروف الحضري؟ وكيف كان دور معروف الحضري في الضباط الأحرار؟ معروف الحضري هو يعني شخصية دينية وله شيء من الاندفاع، وطبعا هو ما كانش يخفي الاتجاهات الدينية بتاعته يعني، وما فيش علاقات عادية يعني. هل كان لكم لقاءات منظمة أم مجرد إبلاغ تعليمات ترتيبات؟ لقاءات تتم على فترات ممكن أن تكون متباعدة؟ أيوة لقاءات على فترات متباعدة، يعني ما فيش حاجة مؤكدة يعني. في شخصيات أخرى تعرفت عليها من الضباط الأحرار غير معروف الحضري في ذلك الوقت وجمال عبد الناصر؟ فيه طبعا عرفت حلمي السعيد ربنا يديله طول عمره، وفي ناس تانيين يعني. سعادة الفريق كان 51 قريبة من يوليو 52، هل كنت تشعر أن هناك شيئا ما كان يعد مثل الثورة، مثل انقلاب عسكري، مثل شيء في الجيش ضد البريطانيين والملك؟ يعني عندك حساسية أن فيه قلق عام وفيه كذا، إنما إمتى هيحصل ما نقدرش نعرف. لم يكن أو لم تكن تبلغ باستعدادات معينة، بمهام معينة، بترتيبات معينة؟ النقطة بقى ان انا سنة 52 كنت بقى اؤدي دورة في كلية اركان حرب. نعم. فكوني في دورة في كلية اركان حرب كطالب ما عنديش القوة العسكرية اللي اقدر اساهم فيها يعني. فيمكن ده كان احد الاسباب الى ان ايه لم تكلف بدور مباشر في الثورة. لم اكلف بدور مباشر في ليلة الثورة. نعم. لكن حينما قامت الثورة تأييد على طول طبعا، انت يعني عضو موجود سواء نجحت الثورة او ما نجحتش الثورة اسمه مكتوب على زي ما بيقولوا. نعم. بعد قيام الثورة في عام 52 كيف كان وضع البلد؟ كيف كان تقبلها الشعب؟ كيف تقبلها ضباط الجيش؟ هل كان التأييد على إطلاقه ام ايضا كان هناك تململ ومخاوف من بعض الفئات داخل الجيش المصري؟ والله يعني الواحد لما يرجع بذاكرته كان هناك قبول كاسح، لأن كان الحملات اللي سبقتها بسنة مثلا وحريق القاهرة اللي حصل كان كل ده يدل على إن الشعب بيغلي. يعني الشعب غير قادر، يعني غير راغب بالوضع الحالي ولكنه غير قادر على التغيير. فلما يتحرك الجيش للتغيير فده خلى الشعب يطلع من عقاله ويؤيد الثورة تأييد كامل وتأييد مطلق يعني. كيف كانت علاقتك مع عبد الناصر بعد قيام الثورة؟ علاقة صداقة واستمرت فترة زمنية، وبالعكس عرض علي ان اسيب الجيش وانضم الى جهاز المخابرات، وانا اعتذرت قلت له لا. سنة كام؟ سنة اواخر 52 واول 53. يعني بعد قيام الثورة مباشرة. بعد اواخر 52 واول 53، على اعتبار ان انا اخدم في جهاز من اجهزة الدولة الاخرى السيادية ومنهم المخابرات. لكن المخابرات يقال انها اسست في 54، المخابرات العامة نفسها، ام كان هناك جهاز مخابرات في ذلك الوقت؟ كان فيه. لا كان فيه طبعا. يعني كان فيه يعني زي ما تقول إعادة التنظيم ده اللي أنت بتتكلم عليه، إنما كان فيه جهاز مخابرات. سعادة الفريق في ذلك الوقت كان رتبتك العسكرية رتبة مقدم رائد. رائد 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 رائد. عندما قامت الثورة كنت رائد. كنت برتبة رائد. كنت رائد. طلب منك بعد ذلك أو قمت في عام 53 يعني بعد الثورة بعام. أنا قبلها أريد أن أسألك عن شيء مهم جدا، وآمل أن يكون لديك معلومات أيضا عنه، وهو طبيعة العلاقة ما بين الرئيس نجيب وما بين الضباط الأحرار. برضو معلوماتي نقلية، وأنا لا أحب أن أنا أقول لك معلومات نقلية منقولة عن الجرائد وده بيقول كذا وده بيقول كذا. أنا أحب أكون شهادتي على الحاجات اللي أنا عشتها ورأيتها، عشتها وأعرفها أو سمعتها. نعم. عرفها. طيب أتجاوز هذا أيضا إلى فترة 53 واختيارك للقيام بدورة تدريبية للولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف كانت علاقة الأمريكان بالثورة؟ برضو هذه أشياء تعتبر أكبر من
وضعك في ذلك؟ وضعي في هذا الوقت فلا أستطيع أن أجيب عليها، إنما أنا كونك أنك أنت بتبعت ناس عشان يتعلموا ها في بلد معينة، يبقى لازم العلاقات إيه تكون جيدة، مش ممكن تكون علاقة سيئة وانت تروح إيه تبعت ناس يتدربوا. ولو إن يعني فيه بعض المحاضرات كانوا يكتبون يقول لك allied officers not allowed، يعني الضباط كانوا يسمونه allied officers لما الفرقة فيها أمريكان وفيها ناس من دول مختلفة فالناس من المختلفة يقولوا الله كأننا متحالفين معهم. ففي بعض محاضرات وبعض حصص لا يسمح لنا بحضورها. يعني كان ينظر لكم كمتحالفين في هذه الدورات؟ طبعا، مجرد ان هو بيقول لك allied officers، والallied officers مش المصريين بس، وكل الايه اللي الناس اللي موجودين. هل كان هناك مصريين غيرك ابتعثوا الى الولايات المتحدة للدراسة؟ كان في واحد قبل مني اللي هو حسن فهمي عبد المجيد، قبل مني بحوالي 4-5 أشهر، ولكن بعد ما جه ما عادش في المظلات غير بضعة أشهر ومشي، فما كانش له. كانت مهمة مظلات أيضا؟ كانت مهمة مظلات أول. كنت الوحيد المصري الذي كلف لما رحت؟ أنا كنت تاني الوحيد، إنما كان قبل مني حسن فهمي عبد المجيد. كيف كانت فترة دراستك في الولايات المتحدة؟ أنت الآن ضابط مصري برتبة رائد قادم من الشرق الأوسط إلى الدولة التي بدأت تتصدر زعامة العالم أو تصبح قوة رئيسية ورثت بريطانيا في نفوذها وفي امتدادها بالنسبة للغرب. كيف تلقيت أو تفاعلت أو تعاملت مع المجتمع الأمريكي؟ والله المجتمع الأمريكي كمجتمع ممكن الاندماج فيه بسرعة. احنا نتكلم عن سنة 53 طبعا، ما انا بتكلم على 53 واعتقد انه باقي حتى هذه اللحظة، بس هناك فرق بين الشعب وبين القيادة السياسية. يعني طبعا احنا دلوقتي شايفين ان القيادة السياسية شيء والشعب، انما الشعب كشعب سهل الاندماج عليه لانه شعب بسيط، ما فيش العنجهية والسنوبيزم اللي هم مثلا تشوف تجدهم في دول أخرى. فهو كشعب يندمج الواحد فيه بسرعة، وكان زي ما قلت لك بيسمونا ضباط حلفاء allied officers، ولو إن بالرغم من هذه التسمية كان لا يسمح لنا بحضور بعض الإيه المحاضرات. هل كنت تشعر فعلا إنك يعني في دولة حليفة أو صديقة للولايات المتحدة؟ حتى هذه اللحظة طبعا كنت أشعر بذلك، لأن الشعب المصري والدول العربية عموما التاريخ بتاعهم ارتباط بالغرب أكثر من الشرق. وكان حتى هذه اللحظة لم يظهر الاتحاد السوفيتي في الميدان، وكان كل الدعاية والإعلام بيتكلم على الشيوعية وبيتكلم على كذا، يعني بحيث ان كلنا كارهين الشيوعية وكارهين النظام حسب ما يقال لنا، فما كانش فيه امامنا اي قيود على ان احنا نعتبر الامريكان اصدقاء. يعني في فترة دراستك هناك هل شعرت بنقلة نوعية في حياتك العسكرية، في مستواك العسكري، في بناء شخصيتك أو اكتمال بناء شخصيتك من خلال فترة التدريب التي قضيتها في الولايات المتحدة؟ كل يوم بيفوت على الواحد بيتعلم فيه حاجات وبيزداد خبر، ما فيش شك يعني. فما فيش شك أن الدورة اللي أنا قعدتها هناك استفدت خبرة، وخبرة فنية، لأن طبعا لم يعني ما كانش عندنا لسه سلاح المظلات لم ينشأ، فبتنشئ حاجة جديدة وطبعا شيء يفرحنا. وبعدين نفس بتوع المظلات سواء في أمريكا أو في مصر أو في أي حتة تانية بيبقوا منتقين، لأن كله بالتطوع يعني ما يجيش واحد يقول له تخش المظلات. فالشعور بأنك أنت متميز فدي طبعا بتدي للواحد شيء من الكبرياء والزهو بس بشرط الا يصل الى ايه الى درجه الاستكبار والغرور. يعني كنت تعلم قبل ذهابك للولايات المتحده ان مهمتك هو العوده وتاسيس سلاح المظلات، ام كانت دوره يمكن ان ينتج عنها تكليفك بهذا الامر
من عدمه؟ أصلا لم يسبقني أحد غير حسن فهمي وكان ماسك المدرسة ولسه بنيتش المظلات، فقطعا حيكون ليا دور. يعني إذا لم يكن الدور الأول فحيكون إيه الدور الثاني. فاللي حصل إن بعد بضعة أشهر بقى الدور الأول. يعني كلفت من الرئيس عبد الناصر بتأسيس سلاح المظلات؟ لا، مش ما تقدرش تقول عبد الناصر في هذا الوقت هو الذي يتدخل في مثل هذه الحاجات. يعني من الذي كلفك؟ مجرد القيادة العسكرية اللي موجودة في هذا الوقت هي اللي موجودة، وتعينت على أساس أن أنا قائد كتيبة المظلات. وكتيبة المظلات لما جينا سنة 54، ما في حاجة افتكرتها لطيفة جدا. يعني أنا قلت لك أن مجرد أن الواحد ينتمي إلى المظلات بيشعر بشيء من التميز. يعني نعم. وجينا هنعمل الاحتفال بتاع 23 يوليو سنة 1954. نعم. فكتيبة المظلات هتشترك في هذا الاستعراض. هي كانت لسه ما اكتملتش، يعني مجرد انها ايه سريتين. انما طلع في دماغي قلت الله، لازم نعمل شيء متميز في الاستعراض. يعني ايه اللي نمشي بالخطوة المعتادة والكلام ده كله؟ احنا كل يوم بنجري الصبح على الريق كده قبل ما نبتدي نعمل تدريب 3 كيلو يوميا. فقلنا نعمل الاستعراض بالخطوة السريعة. فكان قائد قسم القاهرة كما كان يسمى في هذا الوقت اللواء نجيب، مش اللواء محمد نجيب طبعا. نعم نعم طبعا. نجيب ونيم، اللواء نجيب ونيم. فأنا قلت له سيادة اللواء، وكان هو مدرس علينا في الكلية الحربية، قلت له دلوقتي احنا عايزين نعمل استعراض بتاع المظلات بطريقة ايه جديدة متميزة. نعم جديدة. عايزين نجري بالخطوة السريعة قدام الايه قدام القيادة العسكرية، نقطة الذات يعني. عجبته الفكرة. اللي حصل لسه بس قال لي ما تقولش لحد بقى، وخلينا خلي العملية لغاية ما عشان ما حدش ينقضها يعني. نعم نعم. فجه في يوم 23 يوليو القوات البرية بتمشي، وبعدين بعد ما خلصوا فوت الدبابات وبعدين المفروض ان القوات البريه بتمشي بالموسيقى، الموسيقى بتضرب الخطوه المعتاده وبتبقى القوات فاصل بسيط والقوات ماشيه ورا بعضها. انما علشان احنا هنجري يبقى لازم نعمل فاصل، لازم يتخيل الميدان. نعم. فكنا في ميدان عابدين، ونقطه الزاد اللي هي في منتصف الشرفة الميدان. نعم. في منتصف الميدان الناس مشوا وخلصوا، في الميدان بقى فاضي ومحدش بيمشي. محدش بيمشي. نعم. كل الناس قالين في ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، محدش عارف ايه اللي حصل. وبعدين ضربت الموسيقى بقى بالخطوه الايه السريعه، الريتم بقى علشان الريتم. بصوا لقوا ناس جايين بيجروا، ها استعراض بيجروا، ها. فكان لها تاثير كبير جدا، ومنذ هذا التاريخ اصبح تقليد لضباط المظلات، للضباط والجنود في المظلات والصاعقة، ليس في مصر فقط بل في كل البلاد العربية، يعملوا الاستعراض بتاعهم بالايه؟ بالخطوة السريعة. بالخطوة السريعة. تميزا عن باقي القوات. تميزا. بداية يعني لو تعرف تحصل على الشريط بتاع ايه؟ يوليو 23 يوليو 1954، هذا هو أول استعراض بالخطوة السريعة، وكان الكتيبة 75 مظلات اللي أنا كنت بقودها في هذا الوقت. حينما شعرت بأنك كلفت بتأسيس هذا السلاح، ممكن بإيجاز سريع تعرف المشاهد ما هو دور سلاح المظلات؟ سلاح المظلات، أولا نشوف المظلات عبارة عن إيه. المظلات طيارة نقل وبيركب فيها واحد، والطيارة لا حدود لها، فبتنزل في عمق العدو وتفتح الباب بتاعها وينط منها الجندي بالمظلة بتاعته، فيجد نفسه في إيه؟ في مؤخرة في قلب العدو. أرض العدو. في مؤخرة العدو. فمؤخرة العدو يقدر يعيش فيها زي ما هو عايز بقى، يضرب خطوط المواصلات، يدمر مركز قيادة، يمنع احتياطيات يعطلها علشان ما توصلش للقوات البرية. فبيكون هو معتمد على نفسه لمدة 24 ساعة تقريبا على ما القوات البرية المتقدمة أرضا أنها تتصل به. فلازم يكون في خلال ال 24 ساعة دي لديه الاكتفاء الذاتي من السلاح والذخيرة، ها، والتعيين والمية، بحيث ان هو عايش معاه كل ما يحمله لمدة ال 24 ساعة. ودي خدمتني في التخطيط ل 73، لان عملية العبور
تصورت انها لازم تكون كانها عمليه مظلات. فلما المشاه بتعدي ولسه هتقعد حوالي 18 ساعه قبل ما الدبابات والاسلحه الثقيله بتاعتها تظهرها، من 12 ل 18 ساعه يعني. فاديت لجندي المشاه كل ما يحتاجه، اقصى ما يمكن من سلاح وذخيره واقل ما يمكن من اشعار المظلات، اقصى ما يمكن ان تحمله من سلاح وذخيره واقل ما يمكن من المطالب الاداريه، علشان تستطيع انك تصمد في مواجهه العدو لغايه ما تجي لك الامدادات من الخلف. يعني نقدر نقول ان المظلات في المعارك ذات مهمه شاقه وتعتبر مهمات استشهاديه. ما فيها نوع من نسبه المخاطره العاليه. نسبه المخاطره اعلى ما في شك، نسبه وهذا يحتاج الى تدريب خاص، الى اعداد خاص. نسبه المخاطره في ان الطياره ممكن تضرب قبل ما توصل، وبعدين حتى لو ما اتضربتش لما تنزل ممكن يفاجئ بضرب من المدفعيه وكذا وكذا، وممكن ان تتاخر القوات اللي هي ايه هتيجي تتصل بيه، فبدل ما يقعد 24 ساعه يجد نفسه ان هو ايه مضطر انه يقعد 48 ساعه. فكل دي فيها مخاطر، مخاطرها اكتر ما في شك، ومخاطرها في السلم قائمه، يعني مش في الحرب بس، لانك انت وانت بتدرب وانت في وقت السلم بتتدرب وبتقفز المظله، في احتمال المظله ما تتفتح، فكل دي احتمالات، فنسبه المخاطره فيها اكتر. انما ده بيخلق اولا بتنقيهم كلهم بالتطوع، حتى الجنود بيبقوا متطوعين، فدي بتخلق نوع من التميز برضه. ولما الشخص بيحس بان هو نوع من التميز فتبص تلاقيه ايه بيكون قادر على العطاء اكتر. لكن اسمح لي، يعني في داخل المجتمع المصري جند المظلات او الصاعقة القوات الخاصة، وقد توليت مسؤولية الاثنين فيما بعد، بيشعر بالاستعلاء حتى على الجنود الاخرين، حتى يعني عملية الزهو اللي بتحدث لي في تعامله في بزيه بشكل متميز بكذا، هل دي بيتم غرزها في نفس الجندي؟ لا، هذا خطأ بقى. ما احنا قلنا لازم نعمل خط فاصل بين الشعور بالذات والشعور بالتميز والكبرياء والغرور. طبعا الخط بيختلف من شخص إلى آخر، إذا عدى الخط ده ودخل الغرور ده مش كويس ومش اخلاق حميد، وقد تؤدي الى انه يقتل يعني. ما هو لازم يكون فيه ايه عقلانيه وخط فاصل بين يعني الثقه بالنفس والغرور. الثقه بالنفس مطلوبه، الغرور مش مطلوب. في عام 54 في نهايتها تقريبا حدث خلاف ما بين الرئيس نجيب وما بين الضباط الاحرار والرئيس عبد الناصر، هل كان لك علاقه او صله او معرفه بطبيعه هذا الخلاف واسبابه؟ برضو كلام نقلي، ولا أريد أن أقحم نفسي في حاجات نقلية اتكتبت في الجرائد وده بيقول كذا وده بيقول كذا، لأن دي متروكة للباحثين ويكون عندهم الحاجات الموثقة يعني. في عام 56 وقع الاعتداء الثلاثي على مصر من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، ماذا كان وضعك في الجيش المصري في ذلك الوقت؟ كنت في هذا الوقت قائد الكتيبة 75 مظلات، وصدر لي الأوامر بأن تستعد الكتيبة للهبوط في داخل سيناء خلف العدو، وكان مفروض أن أنا أقلع في الطيارات أو أركب الطيارات في الفجر تقريبا يعني، أو قبل الفجر بساعة علشان أسقط في المطار. في هذه الليلة بالذات تدخلت القوات البريطانية والفرنسية وضربوا المطارات ودمرت القوات الجوية الايه المصرية على المصرية الأرض، بما فيهم الطائرات اللي انا كنت هركبها. فالغيت الايه المهمة طبعا، لان اذا كانت الطيارة اتدمرت على الارض وده بيوري لك نوع المخاطرة، يعني كويس انها اتدمرت على الارض، كان ممكن تتدمر وهي ايه وهي فوق، يبقى هتبص الخسائر اكتر، هتبقى خسائر، انما دمرت وهي على الارض. فالغيت العمليه، ومنذ هذا التاريخ ابتديت اشتغل ككتيبه مشاه عاديه بقى في الحرب يعني، مفيش مظلات بقى يعني. الكتيبه بتاعتي اذكر انها ايه راحت السويس واحتلينا في المنطقه بتاعه السويس ولغايه ما بقت انتهت الحرب، ولو ان طلب مني سريه في مرحله من المراحل علشان
تساعد في وقف صد القوات الإنجليزية اللي هي متقدمة من بورسعيد. سعادة الفريق، في تشكيلات ثابتة وواضحة؟ سرية كم واحد؟ كتيبة كم واحد؟ لواء كم واحد؟ طبعا ده بيختلف اختلاف بين وحدة مشاة ووحدة مدفعية ووحدة مهندسين أو إشارة أو خلافه، ولكن رفلي كده السرية بتكون في حدود 100 فرد. 100 فرد في كل الجيوش ولا في الجيش المصري فقط؟ لا، في كل الجيوش تقريبا، يعني في كل الجيوش تقريبا بيكون الكتيبة بتتراوح بين 500 فرد و1000 فرد. والكتيبة بتتكون من ايه؟ 3 سرايا مشاة وبعدين سرايا معاونة زي هونات، زي مضاد للدبابات، حاجات دي يعني بتصل ما بين 500 إلى 1000. اللواء بيتكون من 3 كتائب مشاة وكذا، بتكون قوته تتراوح بين 3000 4000 جندي. الفرقة بتكون تتراوح بين حوالي 12000 15000. دي اللي هي الايه؟ التشكيلات العسكرية الأساسية العادية، رفلي كده، سواء في الجيش المصري أو الجيش الإسرائيلي أو أي جيش عالم تقريبا تزيد أو تقل حاجة كده. ما هو تقييمك لحرب 56؟ حرب 56 يعني ما نقدرش نقول كان في حرب، يعني زي ما قلت لك إن الطيارات بتاعتنا انضربت في الأرض. طبعا لما أتكلم على حرب 56 هتكلم كإيه؟ كناقد عسكري، لان انا برضه في هذا الوقت انا قائد كتيبه، انا ما اقدرش اتكلم غير على كتيبتي يعني. انما كناقد دلوقتي لما اقول ان ايه القوات بتاعتنا عدت القناه ودخلت وصلت الى ايه؟ الى ممر متله وانضربت عند متله، خد بالك، وبعدين الانجليز بعتوا الانذار وقال لك ايه؟ الفصل بين القوات، فالفصل بين القوات يعني قواتنا ايه؟ تنسحب، ونزلوا في ايه؟ في بورسعيد، وصدر اوامر بسحب القوات الايه المسلحه كلها من سيناء. فما كانش في حرب بالمعنى المفهوم يعني، يعني ما القوات المصريه لم تعطى اي فرصه للقتال، فابتدى همها كله ان هو ازاي يوقف الهجوم البريطاني الفرنسي اللي هو نزل في بورسعيد. فالقوات المصريه انسحبت واصبح الدفاع عن جنوب بورسعيد لمنع الانتشار جنوبا واحتلال السويس لمنعهم من الدخول من اتجاه السويس. هل ساعدت هذه الحرب في ترسيخ أقدام إسرائيل في المنطقة؟ طبعا طبعا، لأن كان هناك اتفاق سري بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على أساس أنهم إيه يعني بريطانيا وفرنسا كانوا بيوفروا الحماية الجوية لإسرائيل، لأن حتى هذه اللحظة كانت القوات الجوية الإسرائيلية ما هيش بالقوة الخطيرة يعني، فهم كانوا بيوفروا لها الحماية الإيه الجوية، ويكونهم يدمروا القوات الجوية المصرية بدون إسرائيل ما تحارب ولا حاجة. فكل ده بيصب في إيه؟ في النتائج الإيجابية بالنسبة لإسرائيل، ما فيش شك يعني. إذا كانت أسباب حرب 48 قد ذكرناها في الحلقة الماضية، لو أردنا أن نحدد أسباب لحرب 56؟ طبعا أسباب حرب 73 هو 56 حرب 56 هو تأميم قناة السويس، لو تذكر. نعم. إن جمال عبد الناصر أمم قناة السويس، وطبعا هذا التأميم اتخذته بريطانيا على اساس انه يعني موجه لها مواجهه، توجيه مضاد لها، وفي الوقت نفسه فرنسا كانت بتجد ان ايه عبد الناصر بيساعد ثوار الجزائر، فرخر عايزه ايه تساهم في اسقاط جمال عبد الناصر. فاجتمعت دولتين عظمتين انجلترا وفرنسا مع اسرائيل، طبعا النتيجه لازم تكون محسومه يعني، زي كما قلت قبل ذلك كل قوات مسلحة لها قدرات لا تستطيع أن تتجاوزها يعني، لا تستطيع أن تتجاوزها. يمكن كمان عبد الناصر ما فكرش إن إيه إن ممكن إن بريطانيا وفرنسا تقدم على هذه الخطوة، إنما اللي حصل إنهم أقدموا، وعشان كده أول ما أقدموا سحب كل القوات اللي موجودة في إيه في سيناء، وخلى المعركة الرئيسية إن هو يواجه
البريطانيين والفرنسيين اللي هم جايين بيحتلوا الأراضي المصرية من اتجاه بورسعيد. وطبعا لولا تدخل الاتحاد السوفيتي والضغوط التي مارستها أمريكا على كل من إنجلترا وفرنسا، كان الموقف هيبقى صعب طبعا. نتائج الحرب، كان لك رؤيتك الخاصة لنتائج حرب 48، فما هي رؤيتك لنتائج حرب 56؟ هل كانت هزيمة أم نصر؟ شوف بقى، عايز اقول لك كناقد عسكري وليس قلت لك انا كنت قائد كتيبه، كتيبه هتروح فين في وسط الهلومه دي كلها يعني. انما كناقد عسكري وكشاهد على العصر اقول لك ايه، كل حرب الهدف منها، من هدف من اي حرب، انك انت تنتصر على الخصم بتاعك. نعم. واذا انتصرت على الخصم فانك انت ترغم العدو على ان يتصرف طبقا لإرادتك. نعم. إذا أنا دخلت الحرب وما نجحتش في أن أرغم الخصم على أن يتصرف طبقا لإرادتي، فبقى أنا ما حققتش حاجة. فلو افترضنا مثلا أن إيه، إنجلترا وفرنسا دخلوا حرب لإسقاط جمال عبد الناصر وتشجيع الشعب المصري مثلا على أنه يسقط عبد الناصر، ما سقطش عبد الناصر، يبقى هم ما نجحوش. خدت بالك؟ إذا بالرغم من أن حصل هزيمة عسكرية سنة 56، وما نقدرش ننكر أنها هزيمة عسكرية، وبعدين ما نقدرش نقول أنه عيب أن القوات المصرية تحارب ضد إنجلترا وفرنسا وإسرائيل مجتمعين، مش ممكن، مش ممكن، شيء غير معقول يعني. وكان السلاح بتاعنا لغاية دلوقتي، كان الروس ابتدوا يدون أسلحة، بس كان لسه ما إيه، ما اتهضمش وما وصلش إلى كده. فإذا ما اقدرش اقول ان ايه، حرب 56 كانت نصرا عسكريا بالنسبه لانجلترا وفرنسا واسرائيل، ولكن لم تحقق الهدف السياسي بتاعها، وهو ارغام القياده السياسيه المصريه على ان تتصرف طبقا لما تريد. سعاده الفريق، من السهل الحقيقه فلسفه نتائج الحروب بشكل او باخر، لكن سعادتك هنا تطرقت الى الاتحاد السوفيتي وبدايه علاقته بمصر وارسال سلاح وغير ذلك. بدأت علاقة الاتحاد السوفيتي تتوطد بمصر في الوقت الذي بدأت تسوء فيه العلاقات مع الولايات المتحدة، وبدأت البعثات العسكرية المصرية تتوجه إلى الاتحاد السوفيتي، وكنت أحد الذين أرسلوا في بعثة إلى الاتحاد السوفيتي في عام 58. كيف كانت بعثتك إلى الاتحاد السوفيتي، وما الذي أفادته لك من الناحية العسكرية، وكيف كانت طبيعة العلاقات العسكرية المصرية السوفيتية في ذلك الوقت؟ هو ما فيش شك ان واحد زي حالاتي حاضر بعثات في امريكا وبعثات في الاتحاد السوفيتي، تشعر بمدى الجدية في جانب الاتحاد السوفيتي. لان يعني مثلا تبص تلاقي البعثات بتاعتنا الى امريكا والدول الغربية بتبعت واحد او اثنين، إنما في البعثات بتاعة الاتحاد السوفيتي تبعت 100، تبعت فصل كامل مثلا من القادة، مثلا 30 يعملوا فصل بيتعلموا. فطبعا دي بتعمل عملية إسراع شديد جدا في الإيه؟ ها؟ في أسلوب التعليم، لأن المفروض إنك أنت اللي بيروح بعثة ده بيتعلم ويجي يعلم الناس اللي إيه؟ التانيين. فلما تبعت واحد غير ما تبعت 30، يبقى بقى في ايه، 30 معلم و30 قائد. بالاضافه الى ذلك كان فيه خبراء مثلا سوفيت يجوا في مصر علشان يعلموا في نفس الوقت. فعشان يعني كانت المكنه شغاله باقصى سرعه. ايه دوافع التوجه الى السوفيت وليس الى الامريكان في ذلك الوقت؟ هو زي جمال عبد الناصر ما اشار قبل كده، ان هو خطى خطوة في اتجاه أمريكا، خدت بالك، ولم يجد استجابة من أمريكا، لأن هو كراجل استراتيجي فهم أن لا يمكن أن هو عايز سلاح علشان يحارب به إسرائيل، ها؟ أن أمريكا هتديله السلاح، فما استجابوش يعني. فوصل إلى أن الخيار اللي قدامه هو الإيه؟ هو الاتحاد السوفيتي. ما مصلحة السوفيت في إمداد المصريين بالسلاح وتدريبهم والوقوف الى جوارهم، وهم ايدوا قيام اسرائيل في 48، في 47 و48؟ تمام، ولكن السياسه ما هيش ثابته ابد الدهر.
يعني هو فعلا أيد إيه؟ أيد إسرائيل، وكان بيعتبر مصر والدول العربية منطقة نفوذ تقليدية لأمريكا. نعم. لذلك لما عبد الناصر حاب يصلح المسار بتاعه وإن هو يتقرب من الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي كانوا متشككين متشككين وبيخطوا خطوات مترددة، وعلشان كده هو أول صفقة عملوها في السلاح سنة 55 مع جمال عبد الناصر ما عملوهاش علني، خلوها تعقد مع تشيكوسلوفاكيا، وكأن الاتحاد السوفيتي إيه ليس له صلة مباشرة، ليس له صلة مباشرة. ده يوري لك قد إيه الحساسية اللي كانت بتحسبها الاتحاد السوفيتي. ولكن أنا عايز أقول لك حاجة دلوقتي، مجرد إن مصر تطلع من النفوذ الأمريكي ده يعتبر مكسب للاتحاد السوفيتي، حتى لو لم تدخل ضمن النفوذ الايه الاتحاد السوفيتي. نعم. فهنا كانت نظرة الاتحاد السوفيتي، اذا ساعدت مصر والدول العربية من بعد ذلك على ان تخرج من دائرة النفوذ الامريكي فهو يعتبر مكسب للاتحاد السوفيتي، فهو علاقة بتقود الى علاقة بتتوطد العلاقة سنة بعد سنة، وبعد ما توطدت عن طريق مصر انتقلت الى سوريا والعراق وهكذا وكثير من الدول. ما هي الفوارق الأساسية التي لاحظتها ما بين فترة التدريب السابقة في الولايات المتحدة وفترة التدريب في الاتحاد السوفيتي بعد ذلك؟ قلت لك فترة التدريب بتاعت السوفيت كانت بتشمل المستويات العليا، يعني بتشمل قيادة الجيوش وتنظيم القوات المسلحة واستخدام القوات الجوية مع والدفاع الجوي مع القوات البرية، يعني بتعالج المشاكل العليا الكبيرة. دكت كان بي يعني الحاجات الفنية اللي هي في القيادة الوسيطة، إنما ما بيطلعش فوق. والإمكانات العسكرية لاحظت إن الأمريكان كانوا أكثر في إمكاناتهم العسكرية من السوفيت حتى في التدريب من ناحية مساعدات التدريب. أيوة، يعني هم مساعدات التدريب كلمة بنطلق عليها مساعدات التدريب، ميدان مخصوص علشان تضرب فيه النار، تستعرض فيه نيران الدبابات وخلافه. عندهم مساعدات التدريب أفضل، إنما السوفيت يعني ما هماش متخلفين عنهم. هل نستطيع أن نقول أن السوفييت بدأوا في تلك الفترة بعد 56 أن يلعبوا دور في بناء الجيش المصري؟ طبعا طبعا، بس مش في بناء، مش من ناحية التنظيمية أو من ناحية الخبرة، من ناحية الخبرات بيقدموا الخبرات بتاعتهم، والضباط والقادة اللي بيروحوا البعثات في الخارج وبيجوا متأثرين بالإيه بهذه التنظيمات. ولكن عندما نضع تنظيم فالتنظيم مصري والفكر مصري، ولكن ما فيش شك أنه متأثر بالنظريات الحديثة وبالخبرات السوفيتية. سعادة الفريق، في العام 1960 تم تشكيل أول قوة عسكرية مصرية للمشاركة في مهام تابعة للأمم المتحدة، وكانت مهمتها إلى الكونغو، وكنت أنت قائد هذه الكتيبة. يعني في أشياء كثيرة أنت كنت أول من فعلها، وكان هذا أول مشاركة مصرية في قوات الأمم المتحدة. كيف حدث هذا، وما طبيعة العلاقة التي كانت قائمة ما بين الرئيس عبد الناصر وما بين لومومبا في الكونغو في تلك الفترة؟ الرئيس عبد الناصر في هذا الوقت لم يكن بطلا مصريا فحسب، بل كان بطلا عربيا وزعيما عربيا وزعيما افريقيا، وكان بيساعد معظم الحركات التحررية في العالم العربي وفي افريقيا، فكان له شهرة كبيرة جدا. هل وضع مصر كان يسمح لها أن يكون لها هذا الامتداد وهذا النفوذ في الوقت اللي أمامها عدو واضح هو إسرائيل؟ كان يجب أن توجه طاقتها. مرة أخرى أقول أنا كنت قائد كتيبة، فأنا لا أريد أن أناقش مواضيع إلا أنا عنصر أساسي في إحداثها أو على اتصال مباشر بها.
تصور مباشر به. يعني سأحقق لك هذه الرغبة، وإن كنت أنت أيضا محلل عسكري. صح. ومن خلال أيضا تحليلك ورؤيتك وشهادتك تستطيع أن تدلي برأيك في هذه الأمور. ممكن نعم. في هذه الحالة أدلي بتحليل. نعم. ولكن ليس مبني على بيانات موجودة في هذا الوقت يعني. نعود مرة أخرى على أن إيه؟ نتيجة هذا الموقف الزعامي لجمال عبد الناصر، فإنه كان بيشارك في العمليات التحررية ضد الاستعمار في أفريقيا كله. نعم. ومنهم لومومبا. ولما رحل الاستعمار البلجيكي ولومومبا وصل إلى الحكم، كان من الطبيعي أن جمال عبد الناصر يقدم له الإيه؟ ها؟ مساعدة. المساعدة، رغم أن الكونغو تبعد عن مصر 5000 كيلو. تمام كده. تمام كده. ولكن الغريب أن احنا رحنا بطائرات أمريكية، ما شوف التناقضات يعني. ولكن كما قلت السياسة الخارجية ما فيهاش يعني زواج كاثوليكي. احنا مش عايزين ساعات الفريق نتجاوز النقطة دي. كيف ذهبتم بقوات أمريكية لدعم بطائرات أمريكية لدعم لومومبا، وكانت العلاقات بين عبد الناصر وأمريكا ظاهرها أنها علاقة متوترة؟ مش لدعم لومومبا، إحنا لدعم الأمم المتحدة. نعم. وأشوف فقلت إن السياسة ملهاش للأسف الشديد أخلاقيات يعني. لها مصالح. وأمريكا في عندما تجد أن الحليف بتاعها أصبح عبء عليها تتخلى عنه على طول، وده حصل في التاريخ، حصل مع شاه إيران وخلافه وكثير. فأمريكا عرفت أن جمال عبد الناصر له قوة تأثير، ولا يمكن أنها تعمل حاجة في أفريقيا ما لم يكون إيه مصر هناك ترتيب معه، مصر لها مشاركة فيها. فلما حصل أن إيه البلجيك انسحبوا ولومومبا وصل إلى الحكم، لازم يكون فيه قوة تضمن هذا الموقف، تضمن سلامته. فكان قرار الأمم المتحدة، والأمم المتحدة هتبعت قوات علشان تسيطر على هذا الموقف وتثبت الموقف، تملأ أو بمعنى آخر تملأ الفراغ اللي كان إيه ملياه إيه بلجيكا. فأنا رحت مش عشان أدعم لومومبا، أنا رحت علشان جزء من قوات الأمم المتحدة اللي ملء الفراغ نتيجة انسحاب إيه البلجيك. ففي إطار الأمم المتحدة طائرات C-130 أمريكية هي اللي جت ونزلت هنا في مطار القاهرة، وهي اللي نقلتني بالكتيبة بتاعتي إلى إيه؟ إلى ليوبولدفيل. نعم. سعادة الفريق، في ذلك الوقت كان هدف الرئيس عبد الناصر هو دعم لومومبا أم فعلا المشاركة أو إدخال مصر إلى نطاق المشاركة في عمليات السلام وقوات حفظ السلام الدولي؟ ما تقدرش تفصل الاثنين عن بعض، ما تقدرش تسأل عن بعض. طبعا الظاهري والرسمي ان احنا بين ايه، ان احنا تحت راية الامم المتحدة وحفظ السلام، تحت راية الامم المتحدة. انما انا كقائد كتيبة ما اقدرش انسى ان انا جزء من النظام المصري، ومؤمن في هذا الوقت بهذه التوجهات، وان لازم نساعد الدول الافريقية في انها تنهض وانها تناهض الاستعمار وكذا، ولازم نثبت اقدام لومومبا. فما تقدرش تفصل دول عن دول، انما ده موجود وده موجود. كيف كانت تجربتك كأول قائد مصري لكتيبة مصرية للمشاركة في مهام حفظ السلام بعد عام 52؟ كيف كانت تجربتك في الكونغو؟ طبعا تجربة ثرية جدا، لأنك أنت يعني أي قائد مهما كبر هو موجود هنا في وسط البلد بتاعته، دايما هناك من هو أكبر منه. إنما لما تيجي أنت تبص تلاقي على بعد 5000 كيلو زي أنت ما قلت، خلاص أنت معتمد على نفسك on your own بشكل في كل حاجة. يعني كأنك ممثل لرئيس جمهورية. وأذكر جمال عبد الناصر كان عنده برضه رؤية، هو أنا قائد كتيبة وحروح ضمن الأمم المتحدة. هو اختارك الرئيس عبد الناصر؟ يعني هل كان له دور في اختيار يعني قائد هذه المهمة التي كانت الأولى، وله أهداف أيضا سياسية من وراءها؟ بل برضه ما أقدرش أضيف على هذا، وإن كنت أعتقد أن هذا حصل يعني. أعتقد يعني برضه كتحليل يعني، لأن لا يمكن حتى القائد العام لما يجي كذا يقول لك أولا هنبعت كتيبة، هنبعت ايه؟ كتيبة مظلات. طب هذه مظلات مين اللي هيقودها؟ خدت بالك؟ فلازم يحصل نوع من التشاور. قطعا حصل هذا.
انما اللي حصل بقى ان فوجئت انا بقى يعني عايز اجهز الكتيبه في 24 ساعه بالمظلات بتاعتها باللي 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 كل ده في وقت. وبعدين تبص تلاقي بقى كان وقتها مهم قالوا لي ان جمال عبد الناصر قال لهم ايه، قال لهم الراجل ده هيروح دلوقتي وهيبقى في اخر الدنيا وجايز تطلع له مشاكل ما يعرفش حلها. طب ايه الفكره؟ قال ادوا له 50,000 دولار باسم الكتيبه اصرف منها ما فيش قيود. نعم يعني خدت بالك انا فعلا يعني ماهياتنا والجنود دي موجوده هنا وبناكل هناكل على حسب الامم المتحده وهناخد بوكيت ماني من الامم المتحده، انما في حاجات ان اكسبكتد وفعلا ظهرت حاجات ان اكسبكتد بعد. ف راح محول باسمي ها على بنك في ديوبوتفيت 50,000 دولار انفق منها دون اي قيود ما فيش، يعني ما تقوليش لا صوت وزير ماليه ولا صوت بتاع، المهم ان انا بقول بصرف كذا بقول كذا كذا كذا. فدي برضو من ضمن اللمسات اللي ايه مش كل واحد يعني ياخد باله منها. نعم نعم. ياخد باله منها. ف رحت هناك طبعا انا رايح تبع الامم المتحده، تبص تلاقي الناس الكونغوليين الايه اللي هم العاديين رجل الشارع يعني مقابلنا بالايه بالاعلام المصريه، انا رايح امم المتحده. فده يوري لك ايه سمعه مصر وسمعه جمال عبد الناصر ها عند الناس دول. فقلت لك ما تقدرش انطباعك ايه وانت على بعد 5,000 كيلو ولقيت مصر والاعلام وعبد الناصر وكذا. ده مش كده بس ده انا معايا شحنه من المطبوعات بالعربي والفرنساوي علشان اوزعها على الناس دول كمان. يعني زي ما قلت لك ما تقدرش تفصل دي عن دي. فطبعا بوزع لهم الايه الحاجات الاعلاميه دي كلها. فطبعا كانت فتره ثريه. وفي الوقت نفسه الامم المتحده هي مصدر المعلومات وهي مصدر السلطه. في الحلقه القادمه سعاده الفريق سوف نتناول هذا الجانب الهام، تقييم تجربه اول بعثه مصريه تابعه للامم المتحده في الكونغو في عام 1960 الى 61 وانت كنت قائد هذا الامر، حرب اليمن ومشاركة القوات المصرية فيها، وقد أيضا كلفت بقيادة جانب معين من هذه من القوات المصرية في اليمن، ثم بعد ذلك هزيمة 67 أسبابها وكيف وقعت. أشكرك سعادة الفريق على ما أدلت به في هذه الحلقة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة المصرية. في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.